يا مساء الخير متابعيني. تجيني عدة استفسارات سلطان. إذا جينا الخبر، شو الأنشطة اللي موجودة في كورنيش الخبر؟ احنا الحين متواجدين في كورنيش الخبر، خلونا نوريكم بعض الأنشطة المتاحة اللي ممكن أنكم تستمتعون فيها خلال زيارتكم للكورنيش. أول نشاط ممكن تستمتعوا فيه في كورنيش الخبر سيتي بايك. سيتي بايك متميزين من خلال توفير دراجات مختلف فئاتها اللي تناسب الأطفال الكبار، أصغر الشباب، النساء، أو العربات الثنائية والرباعية والسداسية. على امتداد كورنيش الخبر ألعاب الأطفال موجودة تقدرون تستمتعون فيها، وأطفالكم يقضون فيها وقت ممتع. ومن أهم الأنشطة اللي ممكن تستمتعون فيها بكورنيش الخبر عروض السكيت. الكورنيش ما شاء الله زحمة حدة. وعندكم هذه العربة من ضمن الخيارات الترفيهية اللي موجودة في كورنيش الخبر، تقدرون تاخذون فيها جولة بالكورنيش. هل انتهت الخيارات الترفيهية بكورنيش الخبر؟ لا ما انتهت، عندنا باص المواصلات الترفيهية مثل ما تشوفونه ياخذ لكم جولة بالكورنيش. الناس على مد النظر. الكورنيش الكل جالس يمارس هوايته زي ما يبي والكل مبسوط.